التشكيل المتوقع النهارده لفريق نادي الزمالك هيتكون من محمد عواد في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر هيكون محمد عبد الشافي ناحية الشمال، حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني اثنين مساكين، سيد نيمار ناحية اليمين، خط الوسط الثلاثي عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر، وفي الهجوم هيكون متواجد مصطفى أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي ورأس حربة صريح سيف الدين الجزيري.